بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن السؤال والجواب هما بابان عظيمان من أبواب العلم، خصوصا إذا كان السؤال عن حاجة وكان الجواب مطابقا للسؤال، وذلك بأن المجيب يتصور السؤال ثم ينزل عليه الجواب، كما قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: إن جواب السؤال مثل الدواء الذي يصفه الطبيب للمعالج، فإن كان الدواء مطابقا للداء حصلت النتيجة بإذن الله، وإن كان وكذلك الجواب إذا كان مطابقا للسؤال حصلت الفائدة، وإذا كان الدواء غير مطابق للمرض فإنه يزيد به المرض ويكون ضررا، فكذلك الجواب إذا كان غير مطابق للسؤال فإنه يكون ضررا في الدين. هذا الواقع، إن طريقة السؤال والجواب يحتاجان إلى عناية، فالسائل لا يسأل إلا عن شيء واقع، وأيضا يحسن السؤال ويحدده، والمجيب لا يستعجل حتى يتصور السؤال، فإن كان عنده له جواب أجاب، وإلا أجل الإجابة عليه إلى أن ينظر ويستشير أهل العلم، أو يحيل السائل على إن كان السائل مستعجلا لا يتحمل الانتظار، يحيله على من هو أعلم منه، كما كان السلف رحمهم الله يفعلون ذلك. ولكن في وقتنا هذا اختلف الأمر، وصار الناس يتسابقون إلى الفتوى، سابقون إلى الإفتاء، ويصدرون الفتاوى والأجوبة، ويتضاربون فيما بينهم ويختلفون فيما بينهم. أصبح الناس في حيرة، أصبح الناس في حيرة، في حيرة، فلان قال كذا وفلان قال كذا، وتحصل في هذا، يحصل في هذا الاضطراب، ويحصل سوء الظن بأهل العلم. هذا من أخطر ما يكون، لا بد أن توحد الفتوى عند جهة مخصوصة، خصوصا ما يتعلق بالأمور المهمة كالطلاق والمواريث وغير ذلك. وأما الأمور المستعجلة في الصلاة وفي الطهارة فهذه يتحرى السائل من يثق بعلمه وبتقواه ويسأله، لأنها لا تقبل التأجيل، لا يسأل أي أحد، إنما يسأل من عرف بالعلم وعرف بالاحتياط وعرف بعدم التسرع في الجواب، يسأل، لأن هذه مسألة دين، المسألة ما هي مسألة حينة وسهلة، مسألة دين،
لا بد من تقدير هذا الأمر والاحتياط له بما يلزم. ولا يسأل كل واحد ولا يجيب كل واحد، إنما السؤال يكون لمن عنده علم وعنده استعداد، ومن عرف بالعلم وعرف بتشديد في فتواه. ونحن الآن أيضا ابتلينا بالفضائيات وما يأتي فيها من تضليل وقول على الله غير علم، وهذه بلية خطيرة، وهي من الفتن التي تحصل في آخر الزمان، لأن هذه الفتاوى الضالة أو الفتاوى الخاطئة على أقل تقدير، قد يكون مخطئا ولا يقصد التضليل، ولكنه ليس عنده علم يتخرص، فهذه الفتاوى الضالة أو الخاطئة تنتشر في العالم، ويظن الناس أن هل سئل وظهر في وسائل الإعلام يظنون أنه ما ظهر إلا أنه معتبر وأن عنده علم، فيأخذون بجوابه، تحصل الفتنة والأمر يتعلق بالدين ويتعلق بالذمة. هذه أمور ينبغي للمسلمين أنهم يهتمون بها، طلبة العلم يهتمون بها، وأن لا تؤخذ الفتوى من مجهول أو ما هب ودب من الناس، لا تؤخذ الفتوى إلا من هو معروف بالعلم ومعروف بالتقوى ومعروف بالاحتياط. غالب الناس إنما يرغبون في الفتوى التي توافق أهواءهم وتبرر ما هم عليه، وأما إذا جاءت الفتوى على غير ما يهوون قالوا هذا تشدد وهذا تضييق وهذا تحجر إلى غير ما ذلك من الألفاظ التي يشنعون بها على من يتحرى الصواب ويتحرى الحق وبراءة الذمة للسائل والمسؤول، يقولون هذا ضيق وضيق الأفق وهذا متشدد وهذا تحجر وهذا إلى آخر ما يقولون. فينبغي الحذر من أمثال هذه الأقاويل والشائعات. نحن لا يهمنا أنهم يقولون أو يقولون أنهم إن عندنا تحجر وعندنا ضيق وعندنا شدة، ما يهمنا هذا، الذي يهمنا الذمة والدين، وليقولوا ما شاءوا، لأن القول يرجع على قائله. وقد قيل في من هو خير منا، قيل فيهم ما قيل. نسأل الله أن يسدد الجميع في الأقوال والأفعال، وأن يهدينا وإياكم وجميع المسلمين صراطه المستقيم، ويوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا سائل يقول: أرجو بيان الحكم الشرعي في لبس المرأة العباءة على الكتف، ومن ثم وضع الطرحة على الرأس، وكذلك لبس الكاب وهو شبيه بالثوب وربما يبين خصر المرأة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المطلوب في المرأة الستر الكامل الذي يستر بدنها عن الرجال،
هذا هو المطلوب. ويشترط في هذا الساتر أن يكون واسعا، لا يكون ضيقا، تبين جسم المرأة وتقاطيع البدن، يكون واسعا، ويكون صفيقا يعني لا يكون شفافا خفيفا يرى ما وراءه، ولا تكون فيه زينة عند الرجال، لا تلبس ثياب فيها زينة مطرزة وفيها زينة، وإنما تكون ثيابا عادية لا تلفت الأنظار، ثيابا سادة ليس فيها تطريز وليس فيها شيء من مظاهر الزينة. هذه تكون في البيت وعند الزوج، أما عند الرجال غير المحارم وعند الخروج تلبس ثيابا ليس فيها زينة، وأن تكون الثياب ضافية ما تكون قصيرة، تكون ضافية على المرأة ما تكون قصيرة تظهر منها اليدان أو الرجلان أو الصدر، أو تكون فيها خروج من الأسفل حيث إذا مشت المرأة يظهر شيء من سيقانها، تكون مصمتة، ولا يكون فيها تشبه أيضا، لا يكون في ملابس المرأة تشبه بالكافرات أو تشبه بالرجال، ثياب الرجال، قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال. فإذا توافرت هذه الشروط فهذا هو الستر المطلوب، سواء كان عباءة تضفي على جميع البدن فوق ثيابها، ولا تكون على الكتفين، تكون على الرأس وعلى الكتفين وعلى ضافية على الرأس، وتنزل من الرأس إلى بقية البدن. أما اللبس على الكتفين هذا من لباس الرجال، تشبه بالرجال، لا ما يصلح هذا. وأما الكاب والأشياء هذه فيما سمعنا إنها ما هي ملابس ساترة، ضيقة كما جاء في السؤال، إنها ضيقة ولا تكفي، حتى لو لبست المرأة قميصا فلا بد أن تلبس فوقه جلبابا أو عباءة عند الخروج، لا تخرج بقميص فقط، وإنما تجعل فوق القميص وفوق الخمار تجعل فوقهما جلبابا أو عباءة ضافية، كما كانت الصحابيات يلبسن ذلك، يدنين عليهن من جلابيبهن، الجلابيب جمع جلباب وهو الجلال الكبير أو الملاءة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: قد ذكرتم أن القراءة من أجل الرقية عبادة تحتاج إلى نية، لذا هل يجوز أن أسجل سورة البقرة بصوتي على شريط وتكرر في المنزل بنية أن الشياطين لا بد أن تفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة؟ هذا لا يحصل به المقصود، الشريط ما يحصل به المقصود، لأن الشريط جماد، صوت محجوز في الشريط، محبوس في الشريط وهو جماد، لا بد أن تكون القراءة التي في البيت من قاري، لأن القراءة عبادة لا يؤديها الشريط، لا بد أن تكون من قارئ يقرأ سورة البقرة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول ذهبت في رمضان لأداء العمرة
وبعد أداء العمرة ذهبت إلى الحلاقين الموجودين بالقرب من الحرم، ومن ثم ضاعت نقودي ورجعت إلى السيارة لأخذ النقود، والسيارة كانت بعيدة عن الحرم، ولبست ملابسي وطاقيتي وشماغي ثم رجعت إلى الحلاقين ثم حلقت رأسي، هل علي فدية في ذلك؟ نعم عليك فدية في ذلك، لأنك لبست المخيط وغطيت الرأس قبل إكمال مناسك العمرة، فعليك الفدية عن الثياب التي لبستها وهي مخيرة بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة في مكة. إطعام 6 مساكين في مكة، كل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة في مكة وتوزعها على الفقراء. وكذلك عن تغطية الرأس، لأن تغطية الرأس محظور آخر غير لبس الثياب، فأنت عملت محظورين، لبس المخيطات على الجسم وتغطية الرأس، فعليك فديتان على التخيير كما ذكرنا. نعم أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول: ما هو الضابط لمعرفة الشرك الأكبر من الشرك الأصغر من البدعة؟ الشرك الأكبر والذي يخرج من الملة، وهو الدعاء غير الله والاستغاثة بغير الله بما لا يقدر عليه إلا الله، الذبح لغير الله، النذر لغير الله. الشرك الأكبر هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، هذا هو الشرك الأكبر. والشرك الأصغر هو يجري في الألفاظ، مثل لولا الله وأنت، ما شاء الله وشئت، والحلف بغير الله، هذا هو الشرك الأصغر، ليس فيه ذبح لغير الله، وليس فيه نذر لغير الله، ليس فيه دعاء لغير الله، وإنما فيه ألفاظ فقط يتلفظ بها الإنسان، وهي ألفاظ خطأ، مثل لولا الله وأنت، ما شاء الله وشئت، الحلف بغير الله، الرياء الذي يكون في العبادة، هذا الشرك الأصغر، يكون بالأقوال ويكون بالنيات والقلب والمقاصد. والشرك الأكبر واضح، هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله، كان يسجد لغير الله أو يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو غير ذلك من أنواع التقرب إلى غير الله بنوع من أنواع العبادة. نعم أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول: التوسل بالصالحين وبالأنبياء والملائكة للشفاعة لهم عند الله، هل يكون شركا أكبر مخرجا من الملة أم شركا أصغر؟ هذا فيه تفصيل، إن كان توسل بالصالحين معه تقرب إليهم بشيء من العبادة كما يفعله المشركون والقبوريون اليوم، يذبحون للقبور وينذرون لها ويطوفون بها ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا شرك أكبر. أما إذا كان مجرد توسل وليس معه صرف شيء من العبادة، إنما هو توسل وطلب للواسطة والشفاعة فقط، فهذا ليس شركا وإنما هو وسيلة، هذا وسيلة من وسائل الشرك، وليس هو شركا بحد ذاته، لكنه بدعة ووسيلة من وسائل الشرك. نعم أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول: إذا مات المسلم وقد أدى جميع أركان الإسلام ولكنه وقع في الشرك الأكبر كالذبح لغير الله والطواف بالقبور جهلا منه، إذا مات المسلم وقد أدى جميع أركان الإسلام ولكنه وقع في الشرك الأكبر كالذبح لغير الله والطواف بالقبور، والسبب أنه جاهل بذلك معتقدا أن ذلك من الدين بسبب علماء الضلال في بلده ولم يبلغ بالصواب، هل يحكم عليه بالكفر والخلود في النار؟ نرجو من فضيلتكم التوضيح. نحكم عليه بما مات عليه، إذا مات وهو يدعو غير الله ويذبح لغير الله ويطوف بالقبور حكمنا عليه بأنه مشرك، نحن ما لنا إلا الظاهر، نحكم عليه بأنه مشرك ونعامله معاملة المشركين لأنه مات على الشرك،
والجهل ما هو عذر دائما، اللي يعيش مع المسلمين وفي بلاد المسلمين ويسمع القرآن ويسمع كلام أهل العلم ويبقى على ما هو عليه ولا يتحرك، هذا ليس معذورا لأنه بلغته الحجة ولكنه لم يلتفت إليها. تقليده للعلماء الضلال ما هو بعذر له، هو إنسان عاقل إنسان بسيط، كونه يسمع الآيات ويسمع الأحاديث ويسمع كلام أهل العلم ولا يصغي لها وإنما يتبع علماء الضلال، هذا ليس عذرا له عند الله سبحانه وتعالى أنه قامت عليه الحجة ولكنه لم يعبأ بها ولم يلتفت إليها ويريد البقاء على ما كان عليه فلان وعلان. والشيخ الفلاني والعالم الفلاني ما ينفعه عند الله يوم القيامة. نعم. ويسأل أحسن الله إليك عن الحكم على هذا بالخلود بالنار. نعم، إذا مات على الشرك فإنه يكون من أهل النار خالدا فيها، يكون من أهل النار. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: أنا شاب مستقيم لكن بليت بعدم غض البصر، وكونه يؤدي أركان الإسلام ما تصح منه، أركان الإسلام ما تصح مع الشرك، ولو صلى ولو صام ولو حج ولو قال لا إله إلا الله، ما دام أنه يرتكب أنواعا من الشرك الأكبر فإن هذه الأعمال والأقوال لا تنفعه لأنه أفسدها وأبطلها وناقضها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: أنا شاب مستقيم لكن بليت بعدم غض البصر وأحاول كثيرا علاج ذلك لكن لا أزال أجد هذا الشيء، ما توجيه فضيلتكم لي ولمن وقع بما أنا فيه؟ توجيهنا لك بأنك تغض بصرك كما أمرك الله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصار ويحفظوا فروجهم، وبصرك طوع أمرك، أنت اللي تغضه وأنت اللي ترسل، عليك بامتثال أمر الله، غض بصرك، هذا أول شيء. ثاني، تجنب يا أخي مواطن الفتنة، لا تروح أمكنة النساء وأسواق النساء والمناظر الفاتنة، لا تروح لها، تجنبها، ولا تنظر فيما يبث في القنوات الفضائية من التعري وفعل الفواحش، لا تنظر إلى القنوات الفضائية فهي أكبر مدمر للأخلاق اليوم، عليك أن تتجنبها وتحذر منها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: هل يردد الإنسان عند صوت المؤذن في المذياع إذا كان على الهواء مباشرة؟ إذا كان من شريط هو ما يردد، لأن هذا ما هو بأذان إنما هو شريط صوت محبوس. أما إذا كان أذان حي اللي يسمونه الأذان الحي البث الحي، نعم إذا أنت تجيب المؤذن، لأن هذا أذان يصدر من مؤذن فتجيبه، تجاوب المؤذن وتحصل على الفضيلة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: إن بعض المفتين في وسائل الإعلام ربما يسأل المستفتين على أي مذهب أنت لكي يعطونه الفتوى على مذهبه، فهل هذا الفعل صحيح؟ لا، هذا ليس فعلا صحيحا، الواجب أنه يعطيه الدليل، يعطيه الحكم بالدليل، يقول الحكم كذا وكذا بدليل كذا وكذا، أما أنه يقول على أي مذهب أنت مسألة ما يبتخير، نحن مأمورون باتباع الكتاب والسنة ولا نتبع من المذاهب إلا ما وافق الكتاب والسنة، ما نتبع من المذاهب إلا ما وافق الكتاب والسنة، نحن نجيبه بالجواب الذي نرى أنه هو الحق، هذا الواجب على المفتي أن يجيب السائل بالجواب الذي يرى أنه هو الحق وأنه الموافق للدليل دون نظر إلى المذاهب، مسألة ما يتخير. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول:
بالنسبة لهذا الكتيب الصغير الذي هو منتشر من قديم وهو ما يسمى بدعاء ختم القرآن وهو منسوب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، هل صحيح أن ابن تيمية قد ألفه؟ الله أعلم، لكن الأدعية التي فيه أدعية صحيحة من الكتاب والسنة، هي أدعية صحيحة مأخوذة من الكتاب والسنة سواء كانت من تأليف شيخ الإسلام أو غيره، الحمد لله ما دامت أنها أدعية صحيحة فالدعاء بها مشروع. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول هناك عائلة سكنت في حارتنا قريب من المسجد وعندهم 4 رجال كبار ولا يصلون في المسجد، ماذا تنصحون تجاههم من أجل الصلاة؟ وهل إذا تمادوا على ترك الصلاة ندل عليهم أو ندل عليهم؟ الواجب نحوهم أمران، الأمر الأول مناصحتهم ووعظهم وتذكيرهم وبيان حكم صلاة الجماعة وبيان الوعيد على المتخلف عن صلاة الجماعة، فإن امتثلوا وإلا تبلغ عنهم الجهات المختصة من رجال الحسبة قائمين على الحسبة ومراكز الحسبة لإجراء اللازم عندهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول رجل يريد أن يتزوج وجاءته إعانات من إخوانه فأخذ أبوه شيئا منها ليعق عن ابنه الصغير، هل في هذا بأس وهل يشترط رضا الوالد الكبير؟ لا بأس بذلك، للوالد أنه يأخذ من مال ولده لا يضره ولا يحتاجه، إذا أخذ أبوه منه شيئا فلا بأس بذلك، إلا إذا كان هذا يضر اللي يريد الزواج، يضره ويقلل من المبلغ اللي مطلوب منه، فلا ينبغي للوالد أنه يحرج ابنه ويضايقه في مهره الذي يريد أن يتزوج به، فالواجب على الوالد أنه يساعده وأنه يزوجه من عنده، هذا الواجب على الوالد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول يقوم البعض من الكتاب بتمجيد علماء الرافضة فيقول مثلا قال سماحة الشيخ ويذكر اسم هذا الرافضي، ما حكم هذا الفعل؟ لا يجوز تمجيد علماء الضلال، لأن تمجيدهم رضا بما هم عليه وموافقة لهم على ما هم عليه، الواجب هجرهم والواجب بغضهم ومعاداتهم في الله عز وجل، فلا يجوز تمجيد علماء الضلال وعلماء البدعة، لأن هذا يروج من آرائهم وفيه موالاة لهم وفيه موافقة لهم ولو في الظاهر، فهذا أمر لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المترجلة من النساء، ما معنى المترجلة من النساء؟ اللي تتشبه بالرجال، المسترجلات من النساء التي يتشبهن بالرجال في كلامهم وفي مشيهم وفي لباسهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول في حالة دخول طالب العلم للأسواق يجد أنواعا من المنكرات، هل يلزمه إنكارها؟ وإذا قال أنكرها بقلبي لا يروح للأسواق اللي فيها منكرات إلا بشرط أنه يقوم بالإنكار، أما إذا كان ما يقوم بالإنكار لا يذهب إليه، في أسواق ما فيها فتنة ولا فيها شر يروح للأسواق النزيهة، لا يروح للأسواق التي فيها فتنة وفيها شر إلا إذا كان يريد الإنكار ويريد السعي في إزالة المنكر. نعم. يقول أحسن الله إليكم، إذا أخذت والدتي إلى السوق ومعها بعض الإخوات الكبار وتركتهم هناك ولم أنزل معهم، إنما أواعدهم ساعة معينة ثم أعود لهم علما بأن السوق يجد به الكثير من النساء، السؤال هل علي في ذلك شيء؟ إذا كان السوق ما فيه محذور، إذا كان السوق نزيها ولا فيه محذور ما عليك شيء،
أما إذا كان السوق سوق فتنة وسوق شر فلا تذهب بنسائك إليه، يعني تكون أنت الآثم إذا ذهبت فيهن. الأسواق تختلف، الأسواق التي ما فيها فتنة ولا فيها شر هذه لا بأس، أما الأسواق التي معروفة بالفتنة ومعروفة بالمغازلات ومعروفة بالمظاهر السيئة والاختلاط هذه لا تذهب إليها ولا تذهب بنسائك إليها، ولا تطع نسائك إذا قلنا اذهب بنا إليها لا تطعهن. نعم. أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول: ما حكم التعدي بقطع الإصبع الزائد وهل فيه دية؟ إذا اعتدى شخص على شخص وقطع أصبعا زائدة فيه حكومة، ما فيه دية، فيه حكومة، يعني أرش يقدر الجراحة التي أصابت الشخص، يقدرها أهل الخبرة ويدفع هذا التقدير، يسمونها الأرش. نعم. أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول: روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا، وإمام للضلالة ممثل من الممثلين. فما معنى قوله ممثل من الممثلين؟ ما أدري عنه، ما اطلعت عليه، لم اطلع على هذه اللفظة. نعم. أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول: قد كثرت في الأواني الأخيرة الاستفتاءات حول علامات الساعة الكبرى ومنها المهدي، فإذا وجد شخص أن اسمه محمد بن عبد الله أو أحمد بن عبد الله وأحس في نفسه شيء، هل في ذلك شيء؟ وحدثنا عن صفاته ومكان خروج المهدي. هذه المسألة لا داعي للبحث فيها الآن، وعلامات الساعة واضحة، إذا جاءت أظهرت نفسها وعرفها كل واحد، ولا نتعجل، نحن لا نستعجل. وكل من سمي محمد بن عبد الله يقول يمكن أن هذا هو المهدي، هذا أمر لا يجوز، لأنه يحدث فتنة، وقد يحدث إعجابا الشخص بنفسه، يتطلع إلى أمور لم يصل إليها، يجب ترك هذا الأمر حتى يظهره الله سبحانه وتعالى. وكل شيء، كل شيء له وقته، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. لا نستعجل، ما دام إن الله معافينا نحمد الله على العافية ونتمسك بديننا ونسأل الله الثبات. فإذا جاءت هذه الأمور فيجب على المسلم أن يثبت على دينه ويسأل الله الثبات. نعم. أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة: جاءت أسئلة عديدة تستفهم عن حكم التعامل مع الجيران أو مع الموظفين أو مع المديرين الذين يتخلفون عن الصلاة. مثل ما ذكرنا قريبا، الواجب أمران: الأمر الأول المناصحة والموعظة بالتي هي أحسن، فإن امتثلوا وإلا فإنه يرفع بأمرهم إلى المسؤولين، إلى دوائر الحسبة ومراكز الحسبة التي في الأحياء، يرفع أمرهم إلى أقرب مركز، نعم، ليقوم بالواجب نحوهم. ما نملك إلا هذا. نعم. وأيضا إذا أصروا على فإننا نهجرهم ولا نجلس معهم ولا نزورهم حتى يتوبوا إلى الله عز وجل. نعم. ولو كانوا جيرانا، الهجر مطلوب إذا كان فيه مصلحة دينية يردعهم يهجرون. نعم. أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة: هذه السائلة تقول إن هناك رجل يتخلف أو ينام عن صلاة المغرب والعشاء بشكل يومي، وزوجته صالحة ولا نزكي على الله، وهي تقوم بتذكيره ونصحه ولكن من دون جدوى، ماذا تفعل على علما بأنه على هذه الحال منذ مدة طويلة تقدر بالسنين؟ عليها أن تطلب الفراق منه إذا كان مصر على التهاون بالصلاة عدم المبالاة بها،
عليها أن تطلب الفراق منه ولا تجلس معه، لأنه يؤثر عليها ويؤثر على ذريتها، ولا يصلح زوجا لامرأة مسلمة صالحة. وهذا من تفريط الأولياء، إنهم ما يختارون لمولياتهم، ما يختارون الأكفى الذين أوصى النبي صلى الله عليه وسلم باختيارهم: إذا جاءكم من ترضون دينه، بدأ بالدين، ترضون دينه وأمانته وزوجوه. لو أن الأولياء اهتموا بهذا الأمر ولا يزوجون إلا من هو متمسك بدينه لبارت سوق هؤلاء الفسقة ولم يجدوا من يزوجون. أما أنهم يزوجون ولا ينتقدون بشيء، هذا هو الذي جرأهم على هذا الأمر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: هل يجوز للرجل أن يصبغ لحيته باللون الأشقر علما بأن لحيته سوداء وليس فيها شيء، إنما يريد صبغها رغبة بهذا اللون فقط؟ يعني مثل النساء اللي غير شعورهم إلى ألوان أخرى، لا يجوز هذا. ما دامت اللحية لونها أسود هذا أجمل شيء، لا يغيرها. إنما الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتغيير الشيب ويغير بغير السواد. أما تغيير غير الشيب فهذا من تغيير خلق الله بغير حاجة، تغيير خلق الله من غير حاجة. وتترك اللحية السوداء على سوادها وهذا أجمل شيء، فإذا بيضت يغيرها بغير السواد بشيء أشقر أو بشيء أحمر أو أصفر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: ما حكم تحنيط الحيوانات مثل الغزال والتمساح والضب وغيرها؟ هذه جيفة نجسة، الجيفة نجسة ميتة، لا يجوز اقتناؤها ولا بقاؤها في المنزل لأنها جيفة نجسة. ولا يأخذنا التقليد الأعمى إلى أن نتخذ هذه الأشياء وهذه الجيف في بيوتنا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: لقد ذكرت أن ما أصابنا من تخلف في الحضارة والصناعة والتقدم في الأمور الدنيوية هو من البلاء وتمحيص الذنوب، ولكن من نظر إلى وضع هذه البلاد وغيرها قبل سنين وما فيها من الجوع والخوف وقلة ذات اليد ثم يقارنه بهذا الوضع الآن يعلم بأن هذا ابتلاء، يعلم بأن هذا ابتلاء وامتحان، وأن ما عند هذه الأمم يصل إلينا بخيره وشره إلا ما شاء الله، فما رأيكم بذلك؟ أنا ما قلت إن التخلف عن الصناعة إنه عقوبة على الذنوب، هذا كسل. أنا قلت إن هذا كسل من المسلمين، تخاذل من المسلمين، هذا لا يجوز لهم. قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل. والقوة تختلف في كل زمان بحسب. فأنا ما قلت إن هذا من العقوبة، أنا أقول هذا من إهمال المسلمين، من إهمال المسلمين وتكاسلهم، فعليهم أنهم ينتبهون لهذا الأمر ولأجل أن يستغنوا عن الكفار ولأجل أن يظهروا بالقوة التي أمر الله جل وعلا بها: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذا هو المطلوب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: نلاحظ في صلاة التراويح والقيام إذا قرأ الإمام آية فيها توحيد الله مثل قوله: لا إله إلا أنت سبحانك، نسمع المصلين يقولونها بصوت واضح مسموع، هل في هذا بأس؟ وكذلك هل فيها بأس إذا كانت في فريضة؟ وبالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، هل هو سائغ أيضا؟ يسوغ لكن بدون رفع صوت، يكون بينه وبين نفسه، يكون بينه وبين نفسه ولا يرفع به صوته. وأما الاستعاذة عند آية العذاب والسؤال عند آية الرحمة، هذا إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة التهجد الليل، ولم يكن يفعله في الفرائض.
فيقتصر على فعله في النوافل فقط. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: إذا تصدق الإنسان وكان قصده أن يزيد الله في ماله أو أن يشفي المرض، هل يكون ممن أراد بعمله الدنيا فتحرم الصدقة أو فيحرم من أجل الصدقة بذلك؟ ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تفسير هذه الآية: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، نقل عن أهل العلم أنهم ذكروا فيها أربعة أصناف. الصنف الأول من يعمل الأعمال الصالحة وعنده شرك أكبر يحبط عمله، وهذا أقبح الأصناف. الصنف الثاني من يعمل العمل الصالح لا لأجل الثواب، وإنما من أجل الرياء والسمعة، من أجل الرياء والسمعة، فهذا هو المرائي الذي يبطل عمله وليس له ثواب. الصنف الثالث من يعمل العمل ما هو من أجل طلب الثواب عند الله، عمل صالح وخالص لوجه الله، ما فيه شرك ولا فيه رياء، خالص لوجه الله وصواب على سنة الرسول، لكن لا يريد من ورائه الثواب الأخروي، وإنما يريد الثواب الدنيوي فقط، مثل أن يتصدق من أجل أن يكثر ماله أو غير ذلك، فهذا يدخل في قوله: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم، هذا ليس له أجر عند الله. والصنف الرابع من يطلب الدنيا بعمل الآخرة، يطلب الدنيا بعمل الآخرة، كان يطلب العلم من أجل الوظيفة، يطلب العلم الشرعي من أجل الوظيفة، أو يتولى الإمامة أو الأذان من أجل الراتب أو من أجل الطمع الدنيوي، ولا يريد ثواب الله إنما يريد الكسب الدنيوي، أو يحج نيابة عن الغير من أجل أن يأخذ المال، فهذا يدخل في قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا. وكل الأصناف ليس لهم ثواب عند الله، لكن منهم من يحبط عمله كالمشرك والمرائي، ومنهم من لا يثاب ولا يعاقب، وهو الذي يريد لا يريد ثواب الآخرة وإنما يريد ثواب الدنيا فقط. وكذلك الذي يريد بعمل الآخرة يريد به الدنيا، هذا متوعد أيضا داخل في أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. هذه الأصناف الأربعة تدخل في عموم هذه الآية الكريمة. أما إذا أن الإنسان عمل العمل يريد وجه الله ويريد خير الدنيا، يريد خير الدنيا والآخرة، هذا لا بأس، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب. فإذا عمل العمل الصالح الموافق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم يريد ثواب الدنيا والآخرة، هذا شيء طيب. إنما الكلام على الذي لا يريد إلا ثواب الدنيا فقط ولا يريد ثواب الآخرة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: في بعض الأحيان يقوم المعلم بتفتيش جيوب الطلاب للتأكد من وجود بعض المخالفات، هل هذا العمل يدخل في التجسس المنهي عنه؟ إذا كان هذا موجب النظام فلا يدخل، لأن القصد منه ضبط الطلاب وضبط المخالفات، فإذا كان هذا مطلوبا من المدرس أو من المدير فإنه يؤديه ويعمله، لأن القصد منه المصلحة الراجحة وضبط الطلاب. أما إذا كان إنه ما هو مطلوب نظاما فلا يعمل هذا العمل، ليس بمكلف أن يعمل هذا العمل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: هل يمكن لي أن أختار بعض الأسئلة الواردة في بعض الكتب الواردة في الفتاوى والصادرة من جهات علمية في رئاسة البحوث العلمية والإفتاء أو مؤسسة الدعوة الصحفية أو غيرها،
وأقوم بتصويرها وتوزيعها زيادة في إرشاد المسلمين؟ إذا كان ما تبتذل ولا تمتهن فلا بأس. أما أنه يسمع بها ما يسمع الفتاوى الآن أنه صور وتلاف تمتهن تبتذل هذا لا يجوز. هذا يجوز بشرط أنه تحترم وأن ما تلقى في المزابل والقابورات تطرح في الأسواق. وناحية مهمة أيضا وهي أنها لا توضع في المساجد مثل ما يفعل بعض الناس، يجيبون أكواما من الأوراق ويكبونها في المساجد، هذا لا يصلح هذا العمل، وليس هذا من نشر العلم. هذه تعطى المحتاجين، إذا شفت واحد محتاج أو جهة محتاجة أو دائرة محتاجة توزع عليهم. أما أنك تكبها في المساجد وتروح هذا ما هو بعمل مشروع. ولم يكن السلف يعملون هذا العمل، كانوا يحترمون العلم ويصونونه ولا يبتذلون هذا الابتذال. نعم. وهذا يفتح الباب أيضا للمخرفين، يفتح لهم الباب أنهم يجيبون خرافاتهم بأوراق ويكبونها في المساجد. من يمنعهم؟ يقولون هذه مصائب، هذه فتاوى. فإذا عملتم أنتم هذا عمل المبتدعة هذا الشيء، فلا تفتحوا الباب في هذا الأمر. واللي يريد أنه ينشر العلم يتبع الطرق المتبعة. نعم. أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول: أنا شاب التزمت ورافقت أناسا يقال لهم الأحباب، وقيل لي. نعم. يقول: أنا شاب التزمت ورافقت أناسا يقال فيهم أو لهم الأحباب. أحباب؟ الأحباب بالباء. نعم. أو الأحباش. الأحباب. نعم. وقيل لي إنهم جماعة التبليغ وأنا جديد بالالتزام وأريد من الله ثم منكم إرشادي إلى الطريق الصحيح وإخباري ما يثبت أن الأحباب هم جماعة التبليغ. نعم. نقول لك اتبع الجماعة التي على الحق وعلى منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه البلاد ولله الحمد كلها جماعة واحدة، هذه البلاد كلها جماعة واحدة على التوحيد وعلى الدعوة الصحيحة، ما فيها جماعات أحباب وما أدراك ما أحباب وكذا وكذا. هذه نشأت هذه البلاد على دعوة واحدة وعلى منهج واحد، حكامها ومحكوموها ولله الحمد كلهم على هذا المنهج. ولا نقبل أن تدخل علينا مناهج أخرى، تبليغ ولا غير تبليغ، ولا نضيع الدعوة التي نحن عليها والمنهج الصحيح الذي نحن عليه ونجلب مناهج أخرى إلى بلادنا. هذا من الكفر بالنعمة، وهذا من تمكين المناهج المخالفة لأن تنتشر عندنا. نحن لا نقبل هذه الأشياء. نعم. أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول: لقد بنيت عمارة وأعددتها للإيجار، هل يلزمني أن أشترط على المستأجرين عدم تركيب الدش على سطح العمارة؟ وهل أكون آثما إذا لم أشترط ذلك وقام المستأجر بتركيب الدش؟ نعم، إذا اشترط صار لك سلطان عليه، حجة عليه. إذا لم يفي بالشرط ولم يلتزم بالشرط صار لك حجة عليه أنك تخرجه من المكان، تطلعه من المكان. أما إذا لم تشترط عليه ربما أنه يحتج عليك ويقول: أنا باقي لي مدة وأنا مستأجر. فاشترط عليه عند العقد أنه ما يضع فيها دش. نعم. أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول: أعمل موظفا حكوميا وراتبي يوضع في حسابي في أحد البنوك وأقوم بالسحب منه كلما احتج وأسدد أجار المنزل وآكل وأصرف منه، كيف أخرج زكاة الراتب؟ تجعل لك شهر من السنة معين كرمضان تخرج زكاة الموجود إلى مثله من السنة التي بعدها، تجعل موعد محدد من السنة لإخراج ما تجمع لديك من قديم الدراهم وحديثها.
ما كان تمله الحول فأخرج زكاته في وقته، وما لم يتم حوله تكون زكاته معجلة، وتفعل هذا من أجل راحتك ومن أجل براءة ذمتك أيضا، لأنك ما تقدر أنك تحدد لكل مبلغ تحدد له وقت، صعب عليك، فتجعل موعد محدد لجميع ما لديك مما هو جديد ومما هو قديم، تخرج زكاة إلى دورة من السنة التي بعدها. هذا الذي عليه الناس وعليه الفتوى اليوم. نعم. أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول: ما حكم لبس المرأة في اللباس العلاقي وهو الذي يسمى المزلط أو الثياب نصف كم، وما حكم لبس الشورت للرجال؟ لا يجوز للمرأة أن تلبس إلا ما يسترها ويضفي على بدنها عند الرجال الذين ليسوا من محارمها، تستر جميع البدن من ظفرها إلى رأسها، ما يظهر منها شيء ما دامت عند رجل غير محرم. أما عند المحارم وعند النساء فإنها يجوز لها أن تكشف وجهها ورأسها وكفيها قدميها، وما جرت العادة بكشفه مما ليس فيه فتنة، يجوز أن تكشف هذه الأطراف التي ما فيها فتنة. وأما عند غير المحارم فتستر جميع بدنها. نعم. ولا تلبس عند النساء ولا عند المحارم من رجالها، ما تلبس المزلط اللي تقول هذا والعلاقي، وتكشف صدرها وتكشف كتفيها وعضديها وسيقانها، ما يجوز لها هذا، ما يجوز لها، تكشف إلا الأشياء التي ما فيها فتنة مثل الرأس مثل الوجه مثل الكفين مثل القدمين. نعم. أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول: أما عند زوجها فإنها مع زوجها لا بأس لها أن تلبس الأشياء التي لا تضحي على بدنها مع الزوج إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. إذن المرأة لها ثلاث حالات: حالها الأولى أن تكون عند رجال غير محارم، هذه تستر جميع بدنها. عند الحالة الثانية أن تكون عند رجال محارم أو نساء، تستر جميع بدنها ما عدا الأشياء التي ليس فيها فتنة كالرأس والوجه والكفين والقدمين. عند زوجها تلبس ما شاءت. نعم. أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول: ما تفسير قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا؟ نعم، تفسيرها كما والله أعلم كما فسرها أهل العلم، المراد بالورود هنا المرور على الصراط المنصوب على متن جهنم، يمر الناس كلهم، كل الخلائق يمرون على هذا الصراط، وذلك بعد وزن الأعمال وبعد الحساب وبعد تطاير الصحف، بعد ذلك يمرون على الصراط. فمنهم من يمر كالريح سريع جدا، تجري بهم أعمالهم، منهم من يمر كالريح، منهم من يمر كالبرق، البرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، منهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى على قدميه، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم. هذا هو المرور، وهذا هو معنى قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. نعم. أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول: ما حكم التأمين؟ نعم، يقول: ما حكم التأمين؟ التأمين. نعم، التأمين حرام من جميع أنواعه، التأمين التجاري حرام بجميع أنواعه، لأنه أكل لأموال الناس بالباطل، وفيه قمار، وفيه مراهنات، وفيه مخاطرات، وفيه جهالات، فلا يجوز هذا العمل.
هذا حرام، وقد صدرت فيه القرارات من هيئة كبار العلماء، وصدرت فيه القرارات من المجامع الفقهية بتحريمه، لأنه أكل لأموال الناس بالباطل، وتجتمع فيه كل أنواع المحرمات من ربا وميسر وجهالة وغرر مخاطرة. نعم، سواء كان تأمينا على الصحة أو تأمينا على السيارة أو تأمينا على البضائع أو غير ذلك، لا يجوز هذا. وإن كان نظام الكفرة يمشي على هذا ومن قلدهم من المسلمين، فهذا ليس بحجة، ليس بحجة، ما دام أنه يخالف الكتاب والسنة ولو عليه جميع الناس جميع العالم فهو ليس بحجة، لا يجوز للمسلم أنه يعمل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: ما هي عورة الرجل أمام الرجال؟ كما ذكر العلماء، ما بين السرة إلى الركبة، ما بين السرة إلى الركبة، هذه عورة الرجل، وما زاد عن ذلك فهو من الجمال، وينبغي للرجل أنه ما يكشف أنه ما يكشف صدره وظهره وكتفيه ورأسه، ينبغي يتجمل، ينبغي أنه يتجمل. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، هذه العورات، وريشا هذا الزينة، ولباس التقوى ذلك خير. فأنزل الله علينا ستر العورة، وأنزل علينا الريش وهو ثياب الجمال وثياب وثياب الزينة. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، الزينة التي منها اللباس، الرجل يتجمل باللباس. أما المحرم فهو ما بين السرة إلى الركبة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: في باب الأسماء والصفات، هل صحيح أن الأسماء تشتق من الصفات، أم أن الصفات هي التي تشتق من الأسماء، أم كلاهما صواب؟ أرجو التوضيح والضابط في فهم هذه المسألة. لا، الصواب أن الصفات، أن الصفات تشتق من الأسماء، لا العكس، ما هي الأسماء تشتق من الصفات، لا، الصفات تشتق من الأسماء. السميع يدل على السمع، والبصير يدل على البصر، الرحيم الرحمن يدل على الرحمة، الغفور يدل على المغفرة، العليم يدل على العلم، الحكيم يدل على الحكمة، وهكذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: ما الحكم في صلاة الوتر، وما الحكم إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر قبل الركوع لها، هل يكون الوتر قد فات وقته في هذه الحال، وكيف يقضى؟ نعم، إذا طلع الفجر، مو إذا أذن، الأذان يختلف، بعضهم يبكر وبعضهم يصيف، لكن إذا طلع الفجر فإنه ينتهي وقت الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتهي وتره إلى السحر، إذا طلع الفجر انتهى وقت الوتر، فيقضيه من الضحى، يقضيه ما بين ارتفاع الشمس إلى قيام الشمس في وسط السماء وقت الظهيرة، كل هذا وقت لقضاء الوتر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته الوتر لمرض أو لعذر كان يقضيه من النهار ما بين ارتفاع الشمس إلى زوال الشمس. نعم. ويسأل أحسن الله إليك عن حكم صلاة الوتر. إذا طلع الفجر ما يصلى الوتر، يقضيه بالنهار، لأنه انتهى وقت الوتر، يصليه بالنهار قضاء ويشفعه، إن كان يوتر بثلاث يجعله أربع، إن كان يوتر بحد عشر ركعة يجعله 12 ركعة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: احتججنا بدعاء ختم القرآن لفعل بعض الصحابة رضي الله عنهم، بينما رددنا فعل بعض الصحابة بقراءة القرآن عند القبر، والسؤال حفظكم الله: ما الضابط في الأخذ بقول أو فعل الصحابي؟ قراءة القرآن عند الختم هذا وقت إجابة، هذا وقت إجابة، كان الصحابة يتحرون عند الختم، والدعاء مشروع، الدعاء مشروع، وهو أعظم أنواع العبادة، ولا سيما عند ختم
كلام الله عز وجل. أما الدعاء، أما القراءة عند القبور هذا وسيلة، إذا دعا، إذا قرأ عندها، يدعو عندها، يصلي عندها، فلا نفتح هذه الوسائل للناس عند القبور. يجب أن يغلق هذا الباب عند القبور، لا يعمل عندها عبادات ما عدا العبادة التي ورد الشرع بها كالصلاة على الميت قبل دفنها وبعد دفنه، وكذلك السلام عليه والدعاء له بالمغفرة، وما عدا ذلك لا نفتح الباب لبقية العبادات عند القبور، فإنه إذا انفتح الباب الناس لا يقفون عند حد، ولا سيما أن الشيطان، شياطين الإنس والجن، يعلقون قبور، يعلقون قلوب الناس بالقبور ليصرفوهم عن طاعة الله وعن توحيد الله عز وجل، فلا نفتح هذا الباب. نعم. السلام عليكم. صاحب الفضيلة يقول: هل يجوز الوعظ والتذكير في المقبرة حال دفن الميت؟ التزام هذا لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلتزم هذا، وإنما فعله مرة واحدة لما جاء والقبر لم ينتهي إعداده، وجلس عليه الصلاة والسلام وجلس حوله أصحابه ينتظرون أنه ينتهي حفر القبر، فالرسول صلى الله عليه وسلم وعظهم، بدل أنهم يسكتون وعظهم الرسول صلى الله عليه وسلم. أما المداومة على هذا واتخاذ المقابر محل للخطابة والوعظ، هذا أمر لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يداوم عليه، ولم يفعله صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي التوسع في هذه الأمور. نعم. الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول: العمل عند القبور حساس جدا، لأنه موضع فتنة، موضع شر، فيجب أن المسلمين يتحرزون من فتح الأبواب هذه. نعم. الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول: كنت سببا في موت هرة صغيرة، وذلك عندما أقفلت المستودع عليها حيث قبننت أنها جري، وذلك لمدة 10 أيام، ثم جئت ووضعت لها سم، وبعد عدة أيام فتحت الباب وإذا بي أفاجأ أنها هرة وليست جردا، فأخرجتها وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة وهي ثم ماتت. السؤال: ماذا علي لأنني كنت السبب في موتها؟ ما دام أنك لم تتعمد قتلها ليس عليك شيء، ما تعمد قتلها وكنت ظن أنها غير هرة، أنت معذور في هذا وليس عليك شيء. نعم. أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول: ما حكم تقديم العقيقة قبل اليوم السابع، ومن فعل ذلك هل هو مخالف للسنة؟ لا بأس، لكن الأفضل أن تكون اليوم السابع أو اليوم 21، هذا الأفضل. أما لو فعلها في أي يوم من ولادة المولود فلا بأس بذلك، تجزي عقيقة. نعم. أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول: رجل اشترط على امرأته قبل الزواج أنه لا يريد منها أولاد الآن، وقد حملت المرأة في 2 شهر، فأصبحت في حيرة من أمرها، لأنها إما أن تطلق أو تسقط هذا الجنين الذي عمره 2 شهر. لا، ما يجوز لها الإسقاط، إذا كان يطلق طلق، الحمد لله وما شاء الله. هذا رجل سوء، ما هو رجل خير اللي يحجر على المرأة الحمل. الحمل مطلوب، الحمل مطلوب، وعملها هذا ما هو صحيح، وفراقه خير إذا كان بيفارق، أما هي لا تسقط الحمل. ربما يكون هذا الحمل يكون عبدا صالحا ونافعا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فلا تسقط الحمل ولا تطع هذا الرجل. نعم. أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة هذه امرأة تقول: أنا امرأة أسأل عن فعل زوجي عندما يعطي أولاده شيئا من المال، يعطي الأبناء أكثر من البنات، معللا ذلك بأن للذكر مثل حظ الأنثيين، هل فعله هذا صواب؟ نعم، ذكر العلماء أنه يعدل بين الأولاد بإعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين، ابتداء بقسمة الله سبحانه وتعالى، الله قسم وجعل الذكر مثل حظ الأنثيين،
فإذا اقتدى بهذا وعطى الذكر مثل حظ الأنثيين ألا بأس. هذا هو الذي ذكره العلماء في المذهب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: هل يجوز إدخال الإنترنت إلى البيت لأن بعض الآباء يخالفون دخوله؟ لا يجوز إدخال الإنترنت أو القنوات الفضائية في البيت، لما تجلب من الشرور ويستعملها الناس وأهل البيت في غير ما أن يمكن قصدك تستعملها في شيء نافع، لكن الناس والنساء والأطفال والسفهاء والفسقة يستعملونها فيما يرغبون هم، فلا تكون أنت سبب في جلب هذا الشيء إلى بيتك. والإنسان بعافية ما يدخل في أسباب الفتنة، والواجب على القيم على البيت أنه يصون البيت فلا يدخل فيه ما يؤثر على أهل البيت ويجر عليهم شرا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه سائلة تقول: نحن مجموعة من المدرسات بإحدى مدارس الرياض، كنا طوال مدة عامين ونصف نصلي في غرفة المصلى بغير اتجاه القبلة، أي بانحراف من جهة القبلة غربا إلى الجنوب، دون أن نعلم حتى نبهنا على ذلك، والسؤال: هل علينا شيء في صلاتنا هذه المدة؟ هذا فيه تفصيل، إن كان الانحراف يسيرا فلا بأس، ما يضر الانحراف اليسير ما يضر، ما إذا كان الانحراف كثيرا بأن تكون القبلة خلف ظهرك أو على جنبك هذا غير صحيح، لا تصح الصلاة. وأنت في بلد كان بإمكانك تسأل، شوف المساجد، شوف المحاريب، أنت في بلد. إذا كان الانحراف كثيرا عن القبلة بحيث أن تكون القبلة إلى جنبك أو إلى ظهرك فلا بد من إعادة الصلاة، لأنك مفرط حيث أنك في بلد وبين مساجد وبين الناس ولم تسأل ولم تنظر في المساجد. أما الانحراف اليسير هذا لا يضر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: أنا شاب حلفت وقلت والله العظيم لا أكلم فلانا إلا بعد شهر، وأنا في قرارة نفسي أني في يوم من الأيام أن سوف أتراجع عن حلفي هذا، وما أن لبثت أقل من يومين حتى اتصل علي وكلمته، ماذا علي؟ وهل حديث إنما الأعمال بالنيات يسقط عني الحكم؟ نعم، أنت على نيتك، إذا كنت ناوي أنك ما حلفت أنك ما تكلمه وناوي أياما معينة فأنت على نيتك، لك ما نويت. نعم. سن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: هل هناك تحديد للأعمال الصالحة التي يمكن إهداء أجرها للميت، أم أن الأمر مقصور على دعاء الإبن لوالديه كما في الحديث ينقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث، وذكر منها أولد صالح يدعو له؟ الحديث فيه ثلاثة أشياء، ما هو بشيء واحد، فيه ثلاثة أشياء لا تنقطع عن الميت إلا من ثلاث: صدقة جارية وهي الوقف الذي ينتفع به بعد موته، أو علم ينتفع به بعد موته بأن يكون درس الطلاب وعلمهم العقيدة وعلمهم الفقه، علمهم ما ينفعهم وهم صاروا أيضا ينفعون الناس من بعده، أو أنه ألف كتبا تنفع الناس فيما بعده، هذا كله يدخل في نشر العلم، أو أنه طبع كتب من الكتب المفيدة وزعها على الناس أو أوقفها، كل هذا يبقى أجره له بعد موته، يدخل في العلم النافع، علم ينتفع به. والثالث دعاء الولد الصالح الذي يدعو له، وهذا مما يؤكد على الوالدين أنهم يربون أولادهم على الصلاح من أجل إذا ماتوا ينفعونه أحياء وأمواتا، وأما إذا أهملوا تربيتهم تركوهم وفسدوا فإنهم يكونون وبالا عليهم في الحياة وفي الموت. هذا ورد ثلاثة أشياء، وكذلك الحج والعمرة، الحج عن الميت والعمرة عن الميت، سواء كانت فريضة أو نافلة،
فهذا مما ينفعه بعد موته. كذلك الدعاء والاستغفار له هذا ينفعه بعد موته، سواء من ولده أو من إخوانه المسلمين. وما عدا هذه الأشياء التي وردت بها الأدلة فإنه لا ينتفع من عمل الأموات. قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، خصصت الآية بهذه الأدلة، وأما ما عداها فيبقى على الأصل وعلى المنع. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول ما حكم أن أدفع كفارة اليمين مالا إلى الجمعية الخيرية فتخرج الكفارة وتتصرف بالمبلغ الباقي؟ العبادات المالية يتولاها الإنسان بنفسه، لأن ما تبرأ ذمته إلا إذا وضعها في المواضع الشرعية، والجمعية ما يتقيدون بهذا الأمر، يأخذونها ويجعلونها مع غيرها ولا يهتمون بها مثل اهتمام صاحبها. فالعبادات المالية من زكاة وكفارات ونذور وأضاحي وعقيقة، هذه تولاها من شرعت في حقه وينفذها، أو يوكل وكيل موثوق يقوم بتنفيذها. أما دفعها للجمعيات، الجمعيات ما هو بالقائم عليها واحد، القائم عليها جماعات، ولا يدرى عن تنفيذهم لهذه الأمور. فلا تبرأ ذمتك إلا باليقين، إما أنك أنت نفذتها أو نفذها وكيلك الذي تثق منه في وقتها وفي مكانها المخصص. ألا تتساهلوا بالعبادات إلى هذا الحد، يغلب عليكم الكسل تدفعونها للجمعيات. تبرعات لا بأس، ادفعوا للجمعيات التبرعات والأشياء اللي ما هي بعبادات واجبة مفروضة، بل هي عبادات مستحبة، ادفعوها للجمعية ما في بأس، لأنها إن تقدمت أو تأخرت لا يضر هذا. نعم. لكن هذه العبادات المحددة بمواقيت وأمكنة، هذه ما تبرأ الذمة بدفعها للجمعية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول امرأة أصيبت بإغماء أدخلها المستشفى وهي في حالة غيبوبة لا يعلم الله شفاؤها، وذلك قبل أداء لا يعلم الله إلا الله، لا يعلم إلا الله، أو هذا هو لا يعلم الله، لا يعلم إلا الله شفاؤها، وذلك قبل أدائها لطواف الإفاضة، ما الذي علي فعله تجاهها ومتى يكتمل حجها؟ ما يكتمل حجها إلا بطواف الإفاضة، ينتظر حتى تشفى ثم تطوف، إما بنفسها وإما بأن تحمل إذا أصبحت إنها يمكن حملها على شيالة تحمل وتطاف بها، وإن كانت تستطيع المشي تمشي تطوف، وإن ماتت فإنها تبقى في نسكها ولا يقضى عنها، بدليل أن الذي وقصته راحلته قال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، ولم يأمر بأداء المناسك عنه. فهي ماتت في نسكها تبقى على ما هي عليه إلى يوم القيامة، وتبعث يوم القيامة أنها حاجة، تبعث أنها حاجة وأنها في نسكها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول ما هو الصحيح الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهائه من الدعاء، هل يمسح وجهه بيديه أم ينزلهما مباشرة؟ وردت أحاديث في مسح الوجه باليدين لكنها ضعيفة، لا يعتمد عليها، ولكن من مسح وجهه لا ينكر عليه، ومن ترك المسح فهو أحسن. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول أنا شخص مداوم على حفظ كتاب الله وتعلم تفسيره، ومداوم على قراءة كتب الحديث والعقيدة وغيرها، وأحضر بعض المحاضرات وأحيانا بعض الدروس العلمية،
هل يعد هذا من التفقه في الدين؟ يعد من التفقه في الدين، لكن ما يكفي هذا التفقه في الدين، ما يكفي، بل لا بد من أن تلازم الدرس، تلازم الدرس وتقرأ الكتب على معلمين وعلى مدرسين، ما تقرأها على نفسك وأنت مبتدئ. لا بد أحد أمرين، إما أنك تنتظم في الدراسة النظامية، تقرأ المقررات في المراحل الدراسية، أو أنك تلزم حلقات أهل العلم في المساجد، تقرأ عليهم الكتب يشرحونها لك. هذه طريقة التعلم. أما مجرد القراءة فهذا ما يكفي لطلب العلم، إنما يكفي للأجر وللاستفادة اليسيرة والتأثر اليسير، لكن طلب العلم ما يحصل بهذه الطريقة، طريقة المطالعة فقط. نعم. ولا يكفي بالحفظ أيضا، حفظ المتون من غير شرح لها على أيدي العلماء، ما يكفي هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السؤال الأخير تقول فيه: امرأة توفي زوجها وهي من القواعد، هل قالت امرأة توفي زوجها وهي من القواعد، هل عليها عدة؟ وهل يجوز أن تخرج لزيارة أبنائها؟ نعم، عليها عدة، عموم قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر، هذا يشمل الكبيرة والصغيرة.